قام بها المكتب الدراسات الالماني جي تي زد في اطار اتفاقيه التعاون مع الجهات المسؤوله حينذاك، ولكن تحددت عده معايير لاختيار الموقع الذي يمكن ان تقام فيه هذا المطرح. كان هناك 42 موقع مقترح. كل هذه المواقع خضعت لما يسمى بالمعايير القاتله لكريتير كيلا اللي اعطت في النهايه العشرة ديال المواقع المتبقيه. هذا 10 المتبقيه خضعت لما يسمى بمعايير اخرى ديال الجدوى التقنيه والجدوى البيئيه وما الى ذلك من امور متعلقه بالقانون ديال البيئه والسلامه الصحيه. ولكن في الاخير السيد الامين العام انه التصنيف الاخر المعتمد هو انه الرصانه الجدويه توجد في المرتبه السادسه في ترتيب الاولويات ديال المواقع المعتمده، ولكن نظرا لان الجماعه لم تكن تتوفر على من يترافع عنها ومن يدافع عنها، تم التحايل على كل هذه الدراسه التقنيه التي تكتسي قوه علميه وفرض الرصانه الجدويه كمطرح اساسي لا يمكن التخلي عنه، وهذا ما يمكن ان نقبله لانه فعلا فيه يعني اجحاف للساكنه ديال الرصانه، وبالتالي نحن وطنيون ونحن مع الدوله في اطار الوجود يعني ايجاد الحلول الدائمه والمستدامه فيما يتعلق بالبيئه ومحاربه النفايات، ولكن لا يمكن بطبيعه الحال لسبب انه الجماعه لا تتوفر عليه مدافع لا يمكن الالتفاف على حق الساكنه وحق الجماعه في العيش النظيف وفي السلامه وفي الصحه، ويمكن نجيو نحطوا واحد المطرح وسط الدوار ديال اللحيه لا يبعد باكثر من 150 متر على الساكنه ويعني ونمشيو فيه في هذا الاتجاه ضدا على الاراده ديال السكان وضدا على من يدافع على حق الساكنه في العيش النظيف. هذا من جهه، من جهه ثانيه السيد الامين العام، وانا بهذه المناسبه كنطلب من الاخوان اللي حاضرين معنا هنا بانه يديروا حد فاصل ما بين حزب الاستقلال السابق وحزب الاستقلال في عهد السيد الامين العام المقترح. السيد الامين العام اقول واؤكد ليس تملقا ولا رميا بورود، والله العظيم الا عندكم علينا السلطه، سلطه العلم وسلطه الكفاءه وسلطه ديال حسن الاستماع وسلطه ديال حسن البلوره ديال ما تستمعون اليه في شكل مشاريع وبرامج تنمويه، وغادي نمسوا المواطن من خلال التدخل ديالكم انا على يقين. ولهذا انا اقول للساكنه اللي كتحضر معنا هنا بان نحن مقبلين على خروج من جهاد الاصغر اللي احنا فيه اليوم الى جهاد اكبر اللي عن بلوره اللي عن حق مغرور فيها السيد الامين من خلاله الاراده